قرار الحظر اللي عاملينه على مودرن سبورت بعد ما التحدث وسائل الاعلام، راي حضرتك فيه ايه؟ وهل يصح الكلام ده يا فندم؟ بعتين بيان قلنا مش بنقاطع مودرن سبورت، بالعكس احنا بنحترم هذه القناه، انما لينا الحق اذا ما راينا ان في حاجه ممكن قد تسيء لبعض الاشخاص اتخذ قرار مجزره يعني حجب مؤقتا لبعض يعني للبيانات او للتواصل مع الاعلام في بعض البرامج المعينه، مش هقول اسماء لكن اقول ان احنا مش بنقاطع قناه مودرن، بالعكس احنا اكدنا وصرحنا ان احنا بنحترم هذه القناه وبنحترم كل البرامج، لان قد يكون هناك بعض البرامج المعينه التي قد تسيء الى بعض الاشخاص ومجزره، فاحنا خدنا حاجه نحافظ بيها على حقوق الزمالك او حقوق مجلس الاداره، لكن ان شاء الله يعني ربنا يسهل يبقى في حلول ان شاء الله الفتره الجايه. شيكابالا يلا يلا تعالى. كابتن شيكابالا. اللي هتكسب هتكمل يعني، والحمد لله لسه برضه الدوري لسه فيه حوالي مش اقل من 9 نقطة. مبسوط بالنقطة كابتن حسام؟ لا، أهم حاجة إن أنت ما خسرتش، لكن أنا مش مبسوط، أنا بلعب على مكسب، لكن بتلعب مع الإسماعيلي في إسماعيلية المهم إن أنت أهم حاجة لو ما كسبناش التلاتة بونت ما تفقدش التلاتة بونت كلهم، لكن أنا الإسماعيلي فريق كبير وملعب كل أي نتيجة واردة، لأن أنت بتلعب في ملعب نادي الإسماعيلي طول عمر، الإسماعيلي عنده لعيبة كويسة وإحنا أدينا وفي لينا فرص مؤكدة إحنا خاصة في الشوط الثاني، ولكن الحمد لله ما فيش نصيب، لكن الماتشات اللي جايه لسه الدوري طويل، لسه في 9 ماتشات بحوالي مش اقل من حاجه و20 بونت 27 بونت تقريبا، فان شاء الله لسه بدري، المهم ان انا بنحسن المركز، انا زي ما قلت من اول وده مبدئي ان انا بقول بحسن مركز نادي الزمالك، ولحد ان شاء الله لو في منافسه لنهايه البطوله اهلا وسهلا. راضي عن ماتش النهارده؟ الحمد لله راضي عنهم، لان فريق بيلعب كل الماتشات بره بلعبه يبقوا ضد ابطال، العب مع بوتريجيت بره والاتحاد بره والعب مع الجيش وبعد كده الاسماعيلي وبعد كده اروح الجونه، ده دوري غريب يعني قرعه مش طبيعيه، لكن دولت ابطال، انا بقول لعيبتي ابطال وبقول لجمهور الزمالك يعني خارج من احسن الجماهير اللي موجوده. الدوري لسه في الملعب يا كابتن حسام؟ هم ورا فرق الدوري لسه في الملعب؟ لسه بدري طبعا، لسه 7 خاصه. بهنيك على مستواك ورايك ايه في اللقاء اليوم؟ اللقاء كان صعب بين النادي الاسماعيلي والزمالك طبعا، مباراة كبيرة طبعا. بس تبع قناة ايه بس بعدين؟ بعد ايه؟ بقى قناة ايه؟ لا مش قناة، لا مش اللي انت بس برومو، انت بعرف برومو بس عشان ممنوع، احنا بس ممنوعين، معلش بعد اذنك انا اسف. كنتش جميل، ايه رايك في اللي عمله لك محمد نصر المباراة اللي فاتت؟ ما اعرفش حد بالاسم ده. احلى في الدنيا ده والله.